راه هذا القنطرة هذه تعود لي على دار من هنا وتدور مع الدار اللي جبت لي كل شيء. يعني دابا كل عام خصني انا كل عام خصني نجي نصلح ثاني عيش على برا كل عام فيما نجي تجيب لي الكوزينه هابطه الارض هابطه كل شيء الحيوط عاطيين هذاك راه القنطره عنده يديروا فوسي القنطره تكون في الخلا. دابا حتى السيد اللي من مورايا فوق الشتوى ما تيجبرش من يدخل لان القنطره تتهود عليه يعني في الشتوى مسكين ما يدخل لا بطونوبيل ولا على رجله لا الولاد يمشوا للمدرسه ولا حتى حاجه. هذه بلاصه ولات ولا بالسكان هذه القنطره هذه خصها تلغى ولات فيها الضروره لان الطريق رئيسي عمره غير الطريق وتيديروا قنطره تكون في قنطره اخرى اللي هي ارض فارغه. على زعما بالضبط خصهم تيدخلوها الحاجه في الدار واش تيختلفوا واش يخافوا غيسيروا شحال حسبتوا المترو تما بعيده القنطره شحال بعيده على الحيط ديال ما بعيداش تضرب نيس بعيده على الحيط والو هي هذه تضرب هنا نيس تعرفوا الحيط دابا شحال المترو تما شحال قول لي شحال تقريبا ما حسبتوهاش خصك تحسبوا شحال المترو شحال المترو تما بعيده 4 متر شحال بعيده هنا ما بينها وبين الحيط وتضرب في الحيط نيشان لانه ميتة تهود من هنا تتهود على السكان يعني ما عندهاش فين تمشي هذه القنطره هذه. هذا ماشي واد هذا غير لما تجمع يديروا له روكار يكون في بلاصه اللي هي فارغه. وبالنسبه لي اخي اذا انت كتطلب بان القنطره تبعد لك على الحيطه ديال السور ديال الدار. هذه القنطره اصلا ما كانش شنو كتطلب؟ كتطلب القنطره تبعدوها يبعدوها ولا شنو كتطلب بالضبط؟ شنو كتطلب؟ القنطره يبعدوها على على الدار. كتطلب بالضبط هذه القنطره هذه عمروا لها البلاصه ديالها ويديروا لها الفوسيه تكون في القنطره راه هي قدامها اللي تتكون في الخلف. ويبعدوها يبعدوها على الحيطه ديال السور ديال الدار. خاصها تبعد يعني خاصها اصلا ما خصهاش دار هنا. ومن ناحيه الكبر ديالها والصغر ديالها كنلاحظوا في هذه فيها 5 متر هما القنطره اللي يعملوا فيها 4 متر ونص. 4 متر ونص لان هما دابا الطريق هذه هما تيزيدوا يشدوها ماشي غادي يصغبوها. اصلا هذه الطريق هذه هما دابا لا يصغبوها تيديروا القناطر تيجيو يحفروا لهم لان القناطر خصهم يديروا مهزوزن ويعمروا الطريق فوقهم باش فوق الشتاء الطريق تكون صحيحه. اما لا داروا القناطر من تحتها خليوها كما كانت لان القناطر غيتخنقوا ما كاين حتى حاجه من هذه الخدمه هذه. اذا هذه قنطره قديمه ها هي كيفاش كانت معموله هذه يعملوها عيس وكان الجماعه وداك الشيء هذو غير الجماعه كانت دايرها وكنلاحظوا بان القناطر اللي استعملوا جدادين يعني صغار قال صغار من هادو ما يدوزوش جوج طوموبيلات وتيديروهم تحت الارض لانني مش ما يعمروش هذا الموضوع واقعي لان الطريق ما باغينش.